نقول لك باش نقزو دوك الاسئله العاديه ديال من هو السي محمد، من ندخل في المواضيع الاساسيه ديالك. السي محمد، ما هي الاساليب يعني الفعاله المعتمده من قبلكم للتدبير الاقليمي؟ شكرا سي بك. بدايه تقدم الشكر لله بركيك ارهقنا على هذا نسميه برنامج اللي غادي يكون مباشر مع اللي غادي نستضيفوا به مباشره المواطن البركاني. يعني لما كنهضر المواطن البركاني كنهضر على اقليم بركان بصفه عامه. اقول لكم مرحبا في مكتبي، ورغم ان الحقيقه احنا في واحد المرحله ديال كنصوبوا المكاتب. كنقول لكم مرحبا بكم، قبلوا علينا. تحيه طيبه كذلك لكل من يشاهدنا مباشره في هذا البرنامج. السؤال الحقيقه رغم انه عام، كنا بغينا ندخلوا في الخصوصيات، لكن كما تعلمون بان المجلس الاقليمي في القانون التنظيمي الجديد تعطت له اختصاصات كثيره، واهمها هي الاماره بالصرف. هذه الاماره بالصرف اللي خلقت واحد المرحله انتقاليه بين الطريقه القديمه ديال التسيير والطريقه الحديثه اللي من بعد هذا التعديل اللي وقع في سميتو. وبالتالي هذه المرحله الانتقاليه خلات لنا واحد الوقت كبير ديال الانتقال بين ما هو بين الموظفين بالطريقه ديال التسيير بالاستراتيجيه ديال العمل، وبطبيعه الحال بالتنسيق مع السلطات الاقليميه اللي كنا مشتغلين فيهم. ولحسن الحظ ربما المجلس الاقليمي ديال بركان هو الرئيس السابق هو نفسه الرئيس الجديد، داكشي اللي ما خلقناش واحد يعني خلقنا واحد النوع ديال السلاسه من الانتقال من الاماره بالصرف من عند السيد العامل الى الاماره بالصرف السيد الرئيس المجلس الاقليمي. حنا بطبيعه الحال لما شدوا لنا هذه الولايه هذه كان عندنا برنامج في المجلس السابق، ورغم كانت محدوديه التدخل ديالنا ولا المحدوديه ديال في القانون التنظيمي، ولكن مشينا في نفس البرنامج بتنسيق مع 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 السلطات الاقليميه، ودرنا برنامج ديال المجلس الاقليمي ديالنا اللي سطرناه في ثلاثه ديال المحاور الاساسيه. المحور الاول يتعلق بالمشاريع الكبرى المهيكله اللي ممكن اننا ندخلوا فيها في المجلس الاقليمي على مستوى الاقليم، واللي فعلا غادي تكون عندها واحد الاثار، وحددناهم خمسه ديال المشاريع غادي ندبروا عليهم من بعد. المحور الثاني والمتعلق بكل ما هو يعني كل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وهي خصوصا ما يتعلق في العالم القروي، يعني تنميه العالم القروي من مسالك ولا من كهرباء ولا من مصالح للشرب، وبطبيعه الحال كل ما يتعلق بالصحه والنقل المدرسي والتعليم بصفه عامه. وهنا كان عندنا واحد المشروع اللي حاولنا اننا نخدموا به سميتو اللي غادي نذكروا عليه مستقبلا. والمحور الثالث والمتعلق بكل ما هو تنشيط، يعني لما كنهضر التنشيط يعني جمعيات ثقافيه رياضيه اجتماعيه، وبطبيعه الحال هناك محافل اللي كنا دائما كنحضروا فيهم، وحنا هادشي غادي نهضروا بعد تدقيق، ونتمنى ان يكون اسئله باش من غادي نعطي خطوط عريضه، ولا كان شي توضيح في شي مجال معين مستعد ان نعطي. نرجع للمحور الاول متعلق بالمشاريع الكبرى ديال الاقليم. حنا كمجلس اقليمي اول اجتماع اجتمعنا الحمد لله، يعني كنقول باننا انا جد مسرور باش انني نكون في هذا الفريق ديال العمل ديال المجلس الاقليمي، لانه التقيت مع ناس ولا مع منتخبين كانوا في يعني واصلين واحد النوع ديال النضج السياسي اللي خولنا ولا سهلنا الماموريه باش اننا نحدوا المسار ديالنا واننا نشتغلوا بواحد واقعيه وبواحد الفعاليه يعني سريعه جدا. قلت بان الاجتماع الاول مع المكتب المسير ومع فريق العمل ب 15، لانه حنا في المجلس الاقليمي كان دائما المبدا ديالنا والشعار ديالنا هو ان ما كاينش المعارضه، كان الكل يساهم من اجل تنميه الاقليم، وبالفعل استطعنا اننا نزرعوا هذه الثقافه مع بعضياتنا في 15 بمختلف المكونات السياسيه، واللون السياسي بالنسبه للمجلس الاقليمي ما عندوش اعتبار كبير قدما الهاجس ديال التنميه هو اللي عنده، يعني كان هو القائد ولا هو الربان ديالنا في هذا سميتو. المشاريع الكبرى اللي قلنا تدخلنا عليها لخصناها في خمسه ديال المشاريع. المشروع الاول يتعلق بدار الثقافه. دار الثقافه كما لا يخفى عليكم هو واحد المشروع مهيكل، وكان دائما عنده يعني موجود اللي كان ناقصه منذ 2013 هو بعض المشاكل التقنيه اللي خصها تتحل، زائد تكمله ديال الدعم المالي، خصوصا ان هذا المشروع دار
في البرنامج الكبير ديال الاقليم المتعلق بتاهيل ديال المدينه ديال بركان ولا مدينه بركان الكبرى، ولكن مع كامل الاسف يعني بقى قام تعطل. قلنا بان غادي يكون تحدي ديالنا في هذا المجلس على اساس اننا نخرج على ارض الواقع، وبالفعل درنا اجتماعات ماراثونيه اللي فعلا عطات الثمار ديالها. وهنا كنقدم الشكر لكل من ساهم باش انه يعاوننا باش اننا نخرج هذا المشروع الحيز وجود، خصوصا ان المجلس الاقليمي هو حامله، واخص بالذكر السيد العامل والسي المباركي بالخصوص اللي كان عندهم واحد الدور كبير باش اننا خرجنا هذا الملف الحيز وجود. المشروع الثاني اللي كنا نشوفوه دائما بانه مشروع مهيكل هو المحطه الطرقيه والمجزره الجماعاتيه او المجزره بصفه عامه. لوقيت اللي شدينا هذا الملف لقينا بان الاختصاص ديال المجلس الاقليمي لا يخول له بالتقن والاستقرار، ورغم ذلك يعني في اتصال مباشر مع المجلس الجماعي ديال بركان، يعني ما غاديش نهضر على ما وقع، ولكن خلصنا في نهايه المطاف، وهذا الشيء تقريبا واحد 3 اسابيع، على اساس ان صاحب المشروع سيبقى دائما هو المجلس البلدي، ولكن حامله هو المجلس الاقليمي كحل يمكنه بواسطته تسريع وتيرة إنجاز هذين المشروعين المهمين والمهيكلين واللي كيهمو قطاعين مهمين، هي السلامة الصحية ديال المواطن بما يتعلق بالمجزرة، وتنظيم قطاع النقل بجميع أصنافه، واللي كتعتبر المحطة الطرقية هي ديك البلاتفورم اللي غادي تساعد باش أننا نقدرو نخلقوا واحد النظام في هذا القطاع هذا. المشروع الآخر الرابع وهو النواة الجامعية. النواة الجامعية بالفعل احنا في بالنسبة لهذه تقريبا في المجلس السابق منذ 2014 احنا حلينا هذا الملف كمجلس على اساس ان النواة الجامعية يجب تسريع وتيرة انجازها. ولقينا بالفعل لما حلينا هذا الملف لقينا بان حتى المجالس السابقة الاقليمية السابقة كان عندها هذا الهاجس، وكانت خاصة واحد المجموعة ديال المواقع من أجل إنشاء هذه النواة. 2014 درنا الإرسالية مع الرئيس السابق وعطانا الموافقة المبدئية، ولكن كان خاصها بعد سميتو جاتنا الانتخابات وتوقفت الأمور. من مور الانتخابات تعين الرئيس الجديد السي بن قدور، وعلاش سميت السي بن قدور بالضبط؟ لأنه كان له الفضل الكبير باش أن تعاوننا مجموعين وخدمنا مجموعين لمدة أكثر من 4 شهور باش أننا يعني نحطوا هذا المشروع على السكة ديالو، لأنه أهم شيء لما كيكون المشروع جديد بهذا الحجم أهم شيء هو أنك تحطه في السكة. لما كنحطو نقولوا تحطه في السكة هو أنك تجعلوا الإطار القانوني ديالو لا من ناحية الوعاء العقاري، وهو اللي كان عندنا مشكل. الحمد لله الآن فضينا هذه المرحلة هذه بالمشاكل اللي لما كنقولوا نوضعوا في السكة، خاصنا الغلاف المالي ديالو والشركاء اللي غادي يدخلوا فيه. ولما غادي نقولوا عاوتاني نوضعوا على السكة هو أننا نشوفوا يعني لو ديلي ديكزيكسيون، يعني كنقولوا من هنا العامين باش نعطيو واحد التاريخ محدد لهاد الطلبه هادو اللي كينتظروا هذا المشروع بفارغ الصبر. بالنسبه للنقطه ديال الوعي العقاري كنقول لكم الان باننا فضيناها نهائيا، يعني راه مقاد صعوبه. المجلس الاقليمي خدا على العاتق ديالو هذه المساله، دوزناها في يعني بتنسيق مع واحد اللجنه كانت مختلطه فيها المجلس الاقليمي والعماله ورئاسه الجامعه والدومين. درنا واحد اللجنه وحددنا الارض اللي هي محدده تقريبا في 12 هكتار، واتصلنا بواحد المهندس اللي يعني تبرع معنا وكان يعني عمل مجاني، كان ساهم معنا بهذه القضيه، هو مشكور. ما نظنش بالله من الضروري اننا نذكر الاسم ديالو، ولكن كان له الفضل باش انه عطانا ان نوفو بروجي، واحد المشروع قبلي اللي باش دفعناه للمركز الجهوي للاستثمار، وفعلا فات الملف وفات بالموافقه. والحمد لله الان احنا في المرحله الثانيه وهي الدراسه ديال هذا المشروع، يعني الملف ديال الدراسه اللي كنقول لكم بان الفلوس ديال الانجاز ديال المشروع موجوده. بقى لنا الاشكال اللي هو داخل في الالتزام ديال المجلس الاقليمي هو ديال الدراسات. الان احنا بصدد يعني نقلبوا للممولين، لانه كما كتعرفوا ربما هذه النقطه خصنا نذكروا عليها مزيان، هو ان المجلس الاقليمي الميزانيه ديالو تبقى ضعيفه جدا مع المشاريع التي يطمح انجازها، ومن بعد نذكروا في هذه النقطه هذه كيجينا الفرصه. قلت بان رغم ذلك درنا مجموعه اتصالات، درنا رساله للجامعات المحليه، المديريه الوالي
ديال المديريه ديال الجامعه البحريه، واتصلنا بالجهه، وبالفعل السيد رئيس الجهه هذه واحد الاسبوعين اعطاني الموافقه المبدئيه على اساس اننا ان شاء الله باش انه هو يتكلف بالدراسه وياخذها، يعني بلاصه تكون التزام بالمستقيمي هو ياخذها على العاتق ديالو، غادي نشوفوا الامور الاداريه كيفاش نقدروا باش اننا نصلحوا هذه النقطه هذه. وهو مشكور بالمناسبه بهذا الدعم هذا اللي عطاه لهذه الجامعه. يعني بالنسبه للجامعه كنقول مساله وقت، يعني كل شيء امور راه مقاده، يعني من مباشره من الدراسه غادي نمشيو للمرحله الاخرى هي ديال الانجاز، واللي مهم في الانجاز هو الغلاف المالي، الغلاف المالي موجود ديال الانجاز، وهي غتكون ان شاء الله وحده نموذجيه. التصور العام ديال جامعه محمد الاول ملي انه هذه النواه ما تخش هي الاولى، هناك يعني غتكون على ثلاث المحطات، النواه الاولى اللي غتكون في سيدي سليمان، وتكون هنا نواتين يعني في اختصاصين مختلفين، تكون وحده في السعوديه وحده في الاحفير، ولا تكونوا الثلاثه اليوم يكونوا مكملين بعضياتهم بعض، ويتناسبون مع متطلبات ديال الطالب في اقليم بركان. المشروع الخامس واللي في الحقيقه حتى هو كنا كنفكروا به بجديه، هو ربما غيكون موازي مع النواه الجامعيه، ولكن هو واحد المكتبه اقليميه، وتجمع ما بينه هو رقمي وما بين ما هو سميتو. هذا خليناه كمشروع يعني الخامس، يعني في الاولويات هو الخامس. علاش؟ لانه مرتبط مع تقدم ديال 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 الانجاز ديال النواه الجامعيه. حنا عندنا مكتبه بلديه الان، نظن بان لو بعد الجيل ديالي كنت بين، انا كنظن بين اخر الاجيال اللي استافدوا بديك البلديه، بديك الخزانه البلديه. كنقول من العار باش انا اقليم بركان بالنسبه للطلبه ديالهم، لا في المستوى ديال الثانوي ولا في المستوى الجامعي ولا حتى اللي خارج، يعني اللي في اصحاب تخصصات اخرى، يعني يصعب عليهم كثيرا باش انهم يلقاو مراجع، يعني لولا هذا الشيء ديال ربما ديال الانترنت، ولكن لما تخلي واحد الفضاء خاص بسميتو كيعطي قيمه للمدينه، كيعطي قيمه للطالب، كيعطي قيمه للبحث، واكيد ان غتكون عندها شي قيمه مضافه. تقريبا هادو هما الخمسه ديال المشاريع اللي كنشوفهم الان مهيكله، كنهضر لك على المشاريع المهيكله. هذا بالنسبه للمحور الاول. الان هذه المشاريع كلها حنا في كمجلس اقليمي كنقول بان الا مشينا بهذه الوتيره كاين الامكانيه ديال الانجاز ديالها قبل نهايه الولايه، لانه دار الثقافه الان راه في صدر باذن الله الاخرى خدامين. النواه الجامعيه كذلك ومثال. بالنسبه للقضيه ديال المحطه الطرقيه والمجزره، الان بدينا الخطوه الاولى وهي الاطار القانوني اللي خول لينا حنا كمجلس اقليمي باش نحمي المشروع، وان شاء الله عندنا وعود من مجموعه ديال الشركاء اللي مستعدين باش انهم يمولوا هذه المشاريع. هذا بالنسبه للمحور الاول. المحور الثاني والمتعلق بالتنميه في العالم القروي. هذه التنميه في العالم القروي في الحقيقه هو هكا كاسلوب سهل، ولكن لما كتدخل في الامور ديال العالم القروي كتلقى مشاكل كثيره وكثيره جدا. العالم القروي يحتاج ميزانيه قويه وكبيره من اجل تنميته. فالمجلس الاقليمي رغم انه له الاختصاص في ذلك، لكن بميزانيته لا يمكن ان يساير متطلبات العالم القروي. هذا الشيء ماشي باش نكونوا متشائمين، ولكن هذه هي حقيقه الارقام. ولكن حقيقه الارقام ما وقفتناش يعني سد مانع من اجل التقدم، بالعكس خلاتنا نجتهدوا اكثر، وخصنا نلقاو حلول. وهذه الحلول انا كنقول احنا رغم الاجتهاد ديالنا، ولكن ما نطلبه من هذا المنبر هو مساعده المجتمع المدني في هذه القضيه. كيف؟ لانه حنا كنشتغلوا بواحد الامكانيات محدوده، وكنحاولوا اننا نستجيبوا مع واحد المجموعه ديال المتطلبات، ولكن في المقابل هناك واحد النوع ديال العقاله من طرف واحد المجموعه ديال الجمعيات كتدخل بمشروع. المشروع الان ديال الدوله راه ما ظنوش بانه غادي يمشي بواحد الوتيره سريعه بحالو بحال ديال الخواص، لانه هناك مصادر كنقوموا بها، هناك دراسات، هناك فعلا المطلوب من اننا نزيدوا نسرعوا الوتيره ديال الانجاز، ولكن كيكونوا خدامين ما نكونوش ذاك النوع ديال الوقفات. المشروع حنا خدامين فيه، حاطين لو بوكلاج ديالو ولا كيمشي، يعني كل مره كيكون سبب. بعض المرات كتكون خلفيه ديال الجمعيه سياسيه هناك من دفعها، بعض المرات عن يعني عن جهل ولا عن عدم معرفه، يعني كتجي بعض الاصداء كتجي تقول لك كيقول بان الناس ما كيديروا والو، راه كيشفروا كيخدموا المصاريح ديالهم وكيمشيو كيديو هذيك الفكره وكيمشيو كيقعدوا في البيبان. وبعض الاحيان من اجل تبني
واحد المشروع معين، حتى يشدوا المعلومه بان المشروع غادي في الطريق، وكيجيو كيغوتوا كيقولوا بلي حنا اللي جبناه. انا كنقول لكم هذا المنبر، حنا المجلس الاقليمي الا كان هذا هو الهاجس ديال بعد هذه النقطه الثالثه، كنقول لهم بان خليونا نخدموا وتبناو كل شيء، حنا ما بغينا نتبناو حتى شي حاجه، خليونا على الاقل نديروا واحد البصمه ونحسوا باننا ادينا الواجب ديالنا وادينا الالتزامات ديالنا. وانا كنقول لاي واحد عنده نيه انه يركب على شي حاجات معين ولا انه بغى باش هذاك المشروع يتسمى عليه، كنقول لهم الله يجازيكم بخير، احنا مستعدين كمجلس اقليمي وقتاش ما كاين شي مشروع كنقول لهم انتم اللي جبتوه. وإلا كان هاجس سياسوي يعني قبلي، يعني هناك بعض العناصر اللي خطير في الامر والملاحظ ما كنعممش، هناك ان مجموعه ديال الجمعيات كتلقى ان مرشحين تقدموا للانتخابات وخسروا وكونوا جمعيات وبقاو ينوضوا، وهذا الشيء انا لا اقبله، لانه لما كتكون عندك واحد الاتكال بوليتيك واحد اللون سياسي وكتنوض بواحد الجمعيه وكتمشي تهودها باش من اجل الاحتجاج كتكون انت قائدها، كنقول بانك تهلك المصداقيه ديال المؤسسه المنتخبه ولا تهلك المصداقيه ديال ذاك المجتمع المدني اللي كتبخاو منه المشاركه الايجابيه من اجل التنميه. قلت حنا بالنسبه سيتو باش نرجعوا للموضوع ديالنا، حنا في المجلس الاقليمي الهاجس المادي او الامكانيات الماديه ولا ديال الميزانيه ديالنا المحدوده ما وقفناش على المشاريع، بالعكس اشتغلنا والحصيله ديالنا باش ما غاديش نطول عليكم، انا مستعد نعطيها للاخوان وخذوها معكم كنسخه. الحصيله ديال 2016 كنتخير دليل على مجموعه ديال الانجازات اللي تحققت واللي كتجاوب مع تنميه العالم القروي، من مسالك من يعني الماء، تزويد الدواوير بمصالح الشرب، تزويد الدواوير بالكهرباء، كذلك بناء مجموعه من القاعات ديال سميتو ديال المدارس، مجموعه ديال القناطر، حاولنا باش اننا نكونوا حاضرين في واحد المجموعه ديال القطاعات، والحمد لله رغم ان الحصيله كانت مهمه ولكن لا ترقى للطموح ديالنا، وحنا كنقوموا جاهدين باش اننا نحاولوا باش اننا نزيدوا في الوتيره، لان المطالب والمتطلبات غاديه وكتكثر عندها مسببات، وما غاديش ندخلوا ما غاديش ندخلوا في هذا النقاش، لانه الا خدنا فيه غادي نمشيو ربما غادي نحيدوا على التوجه ديالنا. ننتقلوا للنقطه الثالثه هو المحور الثالث، وهو ما يتعلق بالتنشيط الاجتماعي. حنا المجلس الاقليمي على ما اظن بان لا الولايه السابقه ولا هذه الولايه الحاليه بالضبط، اول مره النسيج الجمعوي يعرف بان كاين ميزانيه في المجلس الاقليمي وتخصص لدعم الجمعيات. والنشطاء الجمعويين كيعرفوا جيدا بان ابتداء تقريبا من 2010 ولا 2011، يعني الولايه السابقه اللي كنا فيها، عاد باش يعني انتعشت دوك لي روبيك ديال الجمعيات الاجتماعية الثقافية ولا الرياضية، وهاد الانتعاشة كل عام كنا كنزيدو فيها، يعني ديك الروبريك أنا لقيت مثلا نعطيك على سبيل المثال الحصر بالنسبة للجمعية الرياضية لقينا 9 مليون في 2010، دابا اليوم 100 مليون سنتي. السي محمد غير واحد التدخل خفيف، هو كاين الناس اللي كيقولوا أن السي محمد اللي داروا في 2016 الحصيلة ديال 2016 كانت احسن من الولايه الاولى كامله. انا غادي نقول لك علاش، باش نكمل القضيه ديال الجمعيات. حنا فتحنا الجمعيات وحلينا لهم البيبان وسيرنا بواحد الطريقه في الولايه السابقه وفي هذه الولايه الجديده. هذيك الطريقه الان حنا كل عام كنحسنوا بطريقه التعامل، لانه الطلبه من النهار اللي فتحنا الجمعيات كان عدد ديال الجمعيات المستفيده قليل جدا، وبالتالي التعامل ديالهم تقريبا كان 100%، ولكن ما حد الجمعيات اللي تزادوا وفي نفس الوقت ما استطعناش باش اننا نزيدوا في الميزانيات ديال الجمعيات، يعني صعب علينا باش اننا نجاوب بنفس الفعاليه اللي كانت، وبالتالي هذا الشيء خلق لنا واحد النوع ديال عدم التوازن سميتو، خلق لنا واحد النوع ديال الاحتجاج، لانه واحد كنت تعطي له 5 مليون واللي تعطي له 3 مليون ما بغاش يعرف بان راه 3 مليون هذه المره في وسط 10 ديال الناس، 5 مليون كانت في وسط جوج ديال الناس، دابا راه 3 مليون في وسط 10 ديال الناس، وبان الا جاوا 15 غيطلق 2 مليون. هذا النوع خلق واحد النوع ديال الاحتجاج، وتؤول سياسيا بين مؤيد ومعارض، كاين اللي تفهم الوضعيه وكاين اللي ما تفهمهاش، ولكن هذا الشيء عاوتاني ما منعناش باش اننا نشتغلوا، لانه ما حدنا كنشتغلوا وما حدنا كنبدعوا كنخرجوا بان ما نطولوش في القضيه ديال الجمعيات،
لكن اذا كان عندكم شي استفسار خاص بالجمعيات خليه سؤال وسالوا مباشره وغادي نعطيكم الاجوبه بالوثائق وسميتو ومستعدين نعطيكم كاع الاحصائيات. وفي كل الحالات الحصيله ديال 2016 والبدايه ديال يعني من 1 شهر يناير حتى 31 شهر 3 راه عندي موجوده نقدر نوضعها بين ايدي ديالكم ونشروها كما شئتم، يعني ما عنديش اشكال. وبالعكس الحقيقه انتم كنخصكم تطلبوها ونعطيكم، وهي راه موجوده راه الاشاره ديال اي جمعيه بغاتها وجميع القرارات اللي كياخذها المجلس. يعني كنظن بان درناه بادره سميتو من اجل التواصل، عندنا البوابه الالكترونيه، عندنا الصفحه ديال الفيسبوك، وعندنا لي طابلو اللي كاينين هنا في الباب، راه كلشكم جميع القرارات سميتو زائد البريد الالكتروني اللي كانت. نظن بهذا العجاله الطريقه ديال التسيير ديالنا ديال المجلس. احنا ما كنقولوش باننا احنا مثاليين، ولكن اظن باننا في الطريق اللي على اساس اننا نعطيو واحد الخدمه للمواطن اللي كيتوقعها ونرجعوا الثقه للمواطن ديالنا. سي محمد على حسب المواطن كيدخل كيقول لك اودي اللي تكلمت عليهم هما غير مشاريع اجتماعيه ما كتخلقش مناصب الشغل، يعني كيقول لك ما يعني الحصه ديال المشاريع الاقتصاديه. بالنسبه للمشاريع الاقتصاديه هناك نوعين. احنا مشاريع اقتصاديه اظن بان الميزانية ديال المجلس الإقليمي لا تسمح باش أننا نرقاو لهذا المستوى، هذا من جانب. جانب آخر بالنسبة لخلق فرص الشغل، الآن القانون التنظيمي الجديد في إطار يعني في البرنامج ديال الجهوية الموسعة غادي الاختصاص ديال الجهة أكثر مما هو ديال المجالس الإقليمية، لكن هذا لا يمنع باش أننا حنا نكونوا ديك الرافعة ديال الجهة كمجلس إقليمي من أجل بعد على الأقل خلق ولا اعطاء افكار من اجل خلق مناصب للشغل. يعني هذا كتوجه كبير اساسي. يعني الجهه هي عندها اختصاص ومطلوب منا حنا كمجلس اقليمي باش اننا نعطيو افكار من اجل خلق هذه فرص الشغل. احنا لحد الان مستعدين، وحنا يعني المكتب ديالنا مفتوح لاي اقتراح اللي ممكن اننا نديرو شي مشروع مشترك اللي نخلقوه ويخلق لنا هذه الفرص ديال الشغل. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هناك بعض المشاريع المديره للدخل واللي كتخص البرامج ديال المبادره ديال التنميه البشريه. حنا بالنسبه للبرامج ديال المبادره ديال التنميه البشريه اظن بان المجلس الاقليمي اكثر انفتاح، يعني جميع الجمعيات اللي كتجيب افكار ولا كتجيب مشاريع مديره للدخل، ولا اظن بان شي جمعيه جابت شي مشروع، يعني كنقول لك مشروع ماشي معني حتى فكره، كنقول لك مشروع بطاقه واضحه المعاني، يعني ان بيزنس بلان كامل اللي غادي ديروا تصاوبوا وتقول لي الله يخليك اجي عاوننا. والله العلي العظيم كنقول لكم ما تلقى الا الاذان الصاغيه واليد التي تدعم هذا المشروع، ولكن ما ينقصنا هو هذه الجمعيات ولا التعاونيات التي تبتكر. الان كلهم الناس باغي يتعطي، يعني تعطيها يعني احادية الاتجاه يوني لاتيها كتمشي توجه واحد تعطيها، اما هي باش تعطي كنقولها ماشي من الضروري انك تعطي فلوس، تعطي افكار، تعطي توجهات، تعطي يعني ابتكار افكار. يعني ما يمكنليش انا غادي نجي بالموقع ديالي وغادي نجي نبزز على ديك الجمعيه واحد توجه معين، في حين الجمعيه هي عارفه التخصص ديالها، تقول مثلا انا سافلح مثلا في الخياطه، افلح مثلا في تربيه الدواجن، افلح مثلا انا مثلا في لابلومبغي، كل واحد والاختصاص ديالو. يعني السي محمد تقد تقول بانه يعني المجلس الاقليمي قطع مع المشاريع الاحتفاليه، مع التظاهرات اللي مثلا ما عندهاش، يعني كتركزوا على المشاريع المدره للدخل، يعني المشاريع اللي كتخدم الناس. لا شوف، حنا بالنسبه للمشاريع المدره للدخل كنقول لك مفهوم فهم قلال، نفتقدهم. المشاريع المدره للدخل كنقول بان ويوريني شي جمعيه جابت شي مشروع واضح باين، ما تقوليش فكره راني بغيت نبني ندير مخبزه، هاكو شي غادي نقول بغينا نديرو مخبزه، ولكن واش انا غادي ندير لك انا مخبزه كي غادي ندير ليها؟ واش غادي نقول لك واش هما المواشي اللي غتحتاج، واش هما البيرسونيل اللي غتحتاج، واش هو التكلفه ديال الميزانيه اللي غتحتاج؟ ما يمكنش تشتغل معاك بهذه الطريقه. ولكن انت مثلا بالميول ديالك وبالاحساس ديالك انك تقدر تنجح في ذاك القطاع، انت تجيب لنا المشروع برماته، وحنا كنقول لك في ديك الحاله خدمه خدمه يؤاخذ علينا الا ما عاوناش. ديك الساعه الا اخذ عليا غادي ناخذه بموضوعيه. بصح اخذ عليك يقول لك اننا لا نفرض فرص للشغل، وهو ما جايبوها لك غير نفرض لها فرص للشغل. انا ما كنهضرش على المشاريع الكبرى اللي هضرت لهم مع الجهه، مثلا نجيبوا من صناعة ديال التكستيل، ولا نجيبوا شي مشروع ديال الطوموبيلات، ولا ديال سميتو، ولا ديال حواميد، ولا ما شابه ذلك.
لكن كنهضر لك على دوك الجمعيات الصغيره ولا دوك الوداديات اللي ممكن انها تستافد من المبادره الوطنيه. وكنقول بان المبادره الوطنيه في الحقيقه الروح ديالها ولا الفلسفه ديالها غادي في التوجه، ولكن مع كامل الاسف ما قدرناش ناخذو. القضيه ديال الاحتفاليه هناك نوعان، كاين الاحتفاليه اللي فيها الاحتفال كتجيب لنا قيمه مضافه، وكاين الاحتفاليه ديال البدخ وديال ديال ديال الكاسبياج ديال التبديع. وكنقول بان المجلس الاقليمي الى كاين شي محاربه غادي يحارب هو هذا النوع ديال 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 الانشطه. يمكن نصنفوه هنا نصف ماراثون؟ لا 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 نصف الماراثون، نصف الماراثون نركبوا عليه على الموقف ديال المجلس الاقليمي كان واضحا وماشي ديال محمد النصيري. ربما محمد النصيري بقى فيه الحال غيره على المؤسسه اللي تهانت من طرف السيد رئيس ديال ديال سميتو في الاجتماع الرسمي، ولكن يعني ك ك ك كتظاهره المجلس الاقليمي بالعكس يشجعه. كانوا عندنا بعض الملاحظات اللي ربما تخدات بسلبيه، ولكن حنا ماشي سميتو، حنا التوجه ديالنا وقناعه ديالنا وحنا باقيين متشبتين فيها. حنا التظاهره الا كان شي واحد اللي كيدعمها ولا كيشجعها هو المجلس الاقليمي، لكن كاين جوج حوايج اللي مهمين. اولا يعني التظاهره كنشاط عادي لا يمكن ان تتدخل، يعني تبقى كبقيه الانشطه اللي كاينين. كيف هو اننا ما كاينش الدعم المادي المباشر. قلنا بان جميع المسائل اللوجستيكيه اللي متاحه في المجلس الاقليمي فهي رهن اشاره النشاط. هادشي قلناه السي هشام كروج البطل العالمي اللي مشكور وكنهنيه بهذا النصف ماراثون، نتمنى ان شاء الله النسخه الثالثه تكون افضل. ولكن الدعم المباشر ما عندناش، قلنا الميزانيه الاقليميه لا تسمح لنا باش اننا نعطيو الدعم المباشر بقيمه 200,000 ولا 300,000 درهم. كنقول عندنا اولويات، وربما لو اننا شفنا في النشاط شي جانب ممكن اننا نساهموا فيه 200,000 درهم يعطينا قيمه مضافه للمدينه مساعدين اننا ننشطوا. اما السباق كحفل رياضي وكتظاهره بهذا الحفل، اظن بان الجمعيه والمستشارين لها يكفيهم. يعني احنا مستعدين اننا ننظموا معها، نزينوا معها المدينه، نعاونوها من الناحيه الامنيه، نحاولوا من ناحيه اللوجيستيك من مثلا التنقلات، لي زومبيلونس على ديسبوزيسيون، على ريغور نديروا مثلا واحد ريسبسيون على شرف مثلا الضيوف اللي حضروا اللي هما تاهما ابطال عالميين، وكنشكروهم على المجيء ديالهم والانجاح ديال هذه التظاهره. لكن كتدخل مباشر هو اخذ علي انه انني وعدت حدا وزير الشباب والرياضه السابق بان الرياضي نعطيه 3 مليون، لكن وعدته قلت له ولكن في حدود الامكانيات. اعطيته فكره وهو كيقول لك انا كندير هذا الشيء هذا، اعطيته فكره قلت له الله يجزيك بخير، المستشارين خليهم يقوموا بالنشاط وما يتكلفوش الفلوس، وحنا المساهمه ديالنا كمؤسسات منتخبه خلينا نديروا بها شي اكسيون سوسيال كلير واضحه غاديه الاقليم، نتكفلوا مثلا بالسرطان ولا نتكفلوا بالمعاق ولا قال لك اسيدي انا هذه النيه ديالي وكنعاون المعاق. قلت له انا المساعده ديال المعاق ما بغيتهاش تبان مساعده ماديه مباشره، لان انا دابا الان بالنسبه للجمعيات ما يحوز في نفسي هو اننا نعاون الجمعيات في التسيير ديالهم، انا ما بغيتش هكا. وهذا هو التصور ديال المجلس الاقليمي، وهذا هو اللي ما بغاش يفهموا الجمعيات. حنا بغينا نعاونوا الجمعيات في الانشطه ديالهم وفي المشاريع ديالهم. الجمعيه ديال البدر المعاق اتصلوا بيا هذه المره ولا الفاروق، قلت لهم الله يجازيكم بخير، بلاص ما تطلبوا المنح ديروا مشروع مدير للدخل واضح يساعدكم فيه باش نقدروا ندخلوها في ميزانيه الاستثمار. خليوا التسيير ميزانية التسيير نمشيو للجمعيات اللي مهلوكين، كاين جمعية ديال السرطان، كاين جمعية ديال سميتو ديال القصور الكلاوي، مثلا الجمعيات ديال، ولكن أنا الآن اللي كنطلب منهم يمشيو يبتكروا. بحال دابا المعاق عندها مداخل من خارج سميتو، هي في مركز مدعم، تمشي لسميتو ما عنديش مشكل، كنقول لها مدام نادية عطية الله يجازيك بخير أنا ماشي ضد بدر المعاق، وإلا كان شي واحد كيعاون بدر المعاق كشخص هو عنده ربي. ولكن الان بغيت سميتو فعلا اخر لقاء اقتنعت بالفكره ومشيت في هذا التوجه. نفس الشيء طلبنا بهذه التظاهره هو اننا مستعدين اننا نخرطوا معهم في اطار واحد البرنامج واضح موازي للنشاط الرياضي اللي يكون عنده واحد التاثير ولا عنده واحد لامباكت على لاكتيفيتي سوسيال
ولا ايكونوميك ديال سميتو، واكيد ان غتكون اكثر فعاليه. هذا هو التوجه ديالي في القضيه ديال سميتو. بالعكس راني مع سميتو بين الناس المؤيدين ديال الاخر، ولكن عندي بعض الملاحظات اللي نظن انني واضح في هذا. السي محمد كاين واحد كيسول كيقول لك منعتي الدعم على ملتقى جهه الشرق للاعلام الالكتروني، واش يعني تصفيه حساب سياسيه؟ ابدا اظن هذا ديال لو ماركوريوت اللي دفتك وغاتياك. لا اللي تندار العام فايت النسخه الاولى منه ملتقى جهه الشرق اللي كانوا جابوا فيه سي عبد الله القادي. لا بلاتي الدراري رابطه المواقع الالكترونيه اي هي هما قدموا لنا الطلب ياك على اساس اننا ندعموا. دابا الاشكال اللي كاين هما لما كيطلبوا الطلب كيطلبوا بان يكون دعم مباشر. حنا ما نقدروش نعطيو الدعم المباشر باش نكون واضحين، وهذا الشيء راه كنقولها لجميع الجمعيات. الان حنا عندنا انا اللي كنطلب من الجمعيات والجمعيات ديال سميتو ديال رابطه المواقع الرئيس ديالها سي عبد الصمد. سابقا سي عبد الصمد انا كنقول ربما كون يرجع للتاريخ بين الناس اللي كان دائما يتعاطف معه والانسان اللي كان دائما كيتعاون معاه باش سميتو، ربما وقع سوء تفاهم اللي خلى كيظن بان كانت تصفيه الحسابات في هذا اللقاء. بالعكس حنا كنقولوا للاخوان اللي كيبغيو ينظموا شي نشاط كيف ما كان النوع ديالو، من الاحسن الا كانوا بغاو يقلبوا على الشركة كمجلس اقليمي يتصلوا به واحد الشهر قبل ولا سميتو، لانه حتى اللقاءات اللي كتكون على بروفيس كتخلق لنا اشكال، لانه حنا ما يمكن لناش نستجبوا مع المتطلبات بين عشيه وضحاها، لانه داكشي راه ما عندناش في الكوفر. حنا كنديروا لي بونت كومون نشوفوا واش لي ريبريك يقبلوا داكشي ولا ما يقبلوش، لانه هذه راه ماشي فلوس ديال الخواص، فلوس ديال الدوله. كنقول لهم طلبوا واحد، ديروا واحد الطلب قبل، وحاولوا داك الطلب تكون على واحد البطاقه تقنيه مدققه مفصله، وفي هذيك البطاقه نشوفوا الامكانيه كيف نقدروا ندخلوا، لانه حنا ماشي مولين المشروع 100%، نساهم فقط من اجل انجاح المشروع. نقدروا نوصلوا 100% ولكن لسنا ملزمين باش انا نقدروا نديروا 10%، ولكن ساهموا في حدود داك الشيء اللي نقدروا نحققوا. وبالتالي كنقول الاخوان، وهنا راه يمكن توصلنا اكثر، نعطي اخر احصائيات لانه ما يمكنش نعقل عليها حتى العام اللي فات، ولكن اخر احصائيات الان ديال 3 شهور اللي حنا متبعينها بدقه، نظن باننا تجاوبنا مع اكثر من 90% ديال الجمعيات. كاين الجمعيات اللي ما استافدوش في الطلب الاول، استافدوا في الطلب الثاني، لانه فهموا لو سيستيم اللي غادي يبين المجلس الاقليمي. الان ما تجيش دابا الجمعيه هي اللي توجه المؤسسه ديال المجلس الاقليمي. المجلس الاقليمي عنده سميتو واحد طريقه العمل، خص الجمعيه اللي تنخرط مع طريقه العمل ديال المجلس الاقليمي، وهذا هو المطلوب من الجمعيات، لانه الجمعيه مديوره باش ان هي تكون على ديسبوزيسيون ديال لي بارتنير ديالها، ماشي العكس. دابا الا حنا مستقلين اي جمعيه غادي نجيو تهضر طبعا، يعني ما تبقاش عندنا خريطه الطريق، ما يبقاش عندنا طريقه ديال التسيير، غادي نوليو مسيرون ولا نسير. وبالتالي كنقول للاخوان الله يجزيكم بخير، قدموا الطلبات ديالكم في الوقت المناسب، اعطيونا الوقت حنا باش نقدروا نتناقشوا، وراه ممكن انا كنقول عندنا حالات اللي وصلوا حتى 100% ديال الاستفاده. وباش نزيد ناكد عاود ثاني، ولانه حنا كنتبعوا مجموعه ديال الانتقادات عبر 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 المواقع الالكترونيه ولا عبر العالم الازرق، كيقول بان الولاءات، هنا اؤكد لكم اللي عنده نصف 0.5% ولا ديال 1000 دليل بان شي منحه تعطات شي ولاء يجيب لنا الدليل، في حين انني نعطي 1000 دليل بان تقريبا اكبر المستفيدين وبحصه كبيره لا علاقة لي معهم لا سياسية ولا اجتماعية، وبعض الأحيان ما كنعرفهمش حتى هما شكون هما كاع، ويمثلون المعارضة من الخارج كاع. وبالتالي أنا كنقول بأن الملفات ديالنا محلولة، وهو بالنسبة للطلبات لا بالنسبة للجمعيات ولا بالنسبة للآليات ولا بالنسبة للحافلات، راه عندنا كلشي موثق كلشي مقاد، وعندنا نماذج ديال سميتو اللي محطوط في البوابة الإلكترونية اللي استجب المتطلبات ديال المجلس راه كيستافد، واللي ما استجب اكيد انه غادي يقرر. السي محمد نرجعوا عند الفكره ديال انه 2016 كانت احسن من الولايه السابقه كامله، ويعني واش ما كتكونش هاد 2016 انها يعني بزت على الوضعيه ديال الماليه للمجلس الاقليمي، انها استنزفت منه يعني كما يقولوا فرصه في السنه ديال 2016 على ظهر السنوات اللي قادمه، يعني قد يكون كما يقول لك شي واحد جد ديال كوكا. شوف هو 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 هناك نوع من صوف هذا الكلام، ولكن في الجانب الايجابي حنا كنا كنشتغلوا في سميتو في المجلس السابق، وفي الحقيقه السيد العام كان مشكور في واحد المجموعه ديال
ديال الموارد الماليه ولا يعني الاعتمادات اللي دخلت للميزانيه ديال المجلس الاقليمي كان له الفضل في ذلك. احنا في 2016 الفرق بانه هو ان 2015 فات اتفاق فارغه تقريبا و2000 والنهايه ديال 2014 علاش مرحله انتقاليه كانت مرحله لا ماشي بلا مرحله انتقاليه كانت مرحله ديال الانتخابات يعني جماعيه وبالتالي حتى المشاريع كانت ثقيله ريضوا 3 شهور قبل الوتيره ما كانش كلشي استعدادات للانتخابات وبالتالي تقريبا 2015 فات مرحله يعني جميع الموارد الماليه اللي دخلت تقريبا ما استمرتش في 2016 وهذا دليل على ان المجلس اشتغل بواحد الوتيره كبيره جدا هو اننا خرجنا جميع المشاريع اللي كانت معلقه المشاريع اللي كانت واقفه حاولنا اننا نخرجهم وداك الشيء بانت الحصيله بان حصيله مهمه ولكن دائما كنقول يعني بالتوازي وماذا وقع في الميزانيه ديال المجلس الاقليمي هو انه تبلوكاو جميع الموارد ما بقاوش عندنا الموارد دابا عندنا يعني المدخول الوحيد ولا المداخل ديال المجلس الاقليمي هو الضريبه على القيمه المضافه هاد الضريبه ديال القيمه المضافه ومن اجل باش الاخوان يعرفوا الارقام كتشكل 30 مليون درهم فيها اكثر من الثلثين عندها غاديه للموظفين وتبقى تقريبا 10 مليون درهم هي اللي كيتسير بها الاقليم كامل برمته يعني من جمعيات اللي غنهضروا عليهم الان من التسيير ديال الباك ديال الطوموبيلات بالوراق بالاورديناتورات يعني كامل هادشي 10 مليون درهم وبالتالي فهي لا يمكن ان ترقى ابدا للطموحات والمشاريع المتوخات من طرف المواطن ومتوخات من طرف المجلس الاقليمي حنا المطلوب الان هو اننا نبقاو في نفس الوتيره ديال 2016 باش نبقاو في نفس الوتيره ديال 2016 يعني خصنا تكون عندنا ميزانيه الان الميزانيه ديالنا هذا الشيء اللي جبناه في 2016 يلاه كلي داك الشيء اللي كان باقينا القديم والجديد اسمح لي تكون يعني الوضعيه ديال الماليه ديال المجلس الاقليمي يعني مش حكايه تبلغ الميزانيه ديال 30 مليون درهم 30 مليون درهم لا شوف الميزانيه الان ديال سميتو 30 مليون درهم يعني مقارنه مع بركان الجامعه ديال بركان تشكل الثلث مقارنه مع السعيده تشكل الربع يعني كنقول لكم الجامعه ديال بركان ثلاثه المرات اكثر من الميزانيه ديال المجلس الاقليمي غتلقاو 90 مليون درهم غتلقاو سميتو تقريبا واحد 100 مليون درهم في السعوديه وقضيه يعني اللي باقي استخلاص ديالو ما عندناش مداخل اخرى حنا ما عندناش مداخل اخرى وهذا هو الفرق اللي كاين سميتو وحنا كنحاولوا باش اننا نخلقوا هذه المداخل ان شاء الله في مشاريع مستقبليه وهذا التوجه في الحقيقه خصو الوقت وخصو شويه خصو الاراده ديال المنتخبين وديال السلطات وبطبيعه الحال ديال المجتمع المدني ونديروا يد في اليد باش نخلقوا مشاريع يمكن ان تدير الدخل للمجلس الاقليمي. في اطار الحديث عن الجمعيات وعن الاستفاده ديال الجمعيات كاين واحد السؤال كيقول بانه المجلس الاقليمي قدم منها الجمعيه من مدينه وجده. نعم قدمنا منحه. هاد المنحه ما سبب نزولها؟ عطينا لهم على ما اظن 10,000 درهم ياك السي بوخريس. هاد الناس هادو بعد 10,000 درهم اللي تعطات وكاين واحد المنحه اخرى ربما انتم خصهم يجبدوها 30,000 درهم ديال المكفوفين وكاين على ما اظن واحد 15,000 ديال دوار الشلوح تقريبا هادو هما الثلاثه اللي كانوا خارجين على البرنامج ديالنا وانا غادي نبررهم ثلاثه واش نبرر 10,000 درهم القضيه ديال 10,000 درهم المناسبه هي ان هذه الجمعيه كان عندها طواف جهوي بمناسبه المسيره الخضراء هاد الطواف الجهوي ديال دوك صحابي لي موطار واحد الكلوب نادي جمعيه قالوا بانهم غادي يديروا ثلاثه المحطات في بركان واتصلوا بنا على اساس انهم غادي يديروا ديزاكسيون سوسيال يعني بعض التدخلات الاجتماعيه في العالم القروي وهنا داروها في احفياء وداروها في زوان وعلى ما اظن السعيديه التدخلات الاجتماعيه كيفاش يعني انا غادي نقول لك جاو قال لك خصني عاونونا قلنا لهم حنا ما نعاونوكمش حنا هذاك التدخل الاجتماعي بلاص ما غادي نديرو حنا بطريقه مباشره غادي نفوتو عن طريق الجمعيه شدينا ديك 10,000 درهم وشدينا التلامد شدينا 10 ديال التلامد في هاد الثلاثه ديال سميتو وعطيناهم هما داروا 25 10 حنا خدينا اون شارج يعني حنا جبنا القيمه المضافه اللي جبناها هو ان 15 تلميذ اضافي استفدت لو اننا ما رحبناش بهم سميتو ربما كانوا يفوتوا على بركه ما يوقفوش كاع وقفوا
عطينا 1000 درهم لكل تلميذ في شي مدرسه في العالم القروي باش يشري بيكالا. كنا نشريو لهم بسكيتات يا مباشره، ولكن كنا نعطيهم 1000 درهم ربما تكون عنده بسكيت ربما يستفيد بها بسويتو، وداروا بالتنسيق مع المندوبيه ديال المجهود. وانا كنهضر على المنتخب النزيه، المنتخب اللي باغي يخدم، المسؤول اللي باغي يعطي لهذا الاقليم، ما كنهضرش على الانواع الاخرى. الان كلنا نتكلم عن الاكراهات الماديه من اجل التنميه، ولكن بطبيعه الحال هناك يعني خلق امكانيه خلق شراكات من اجل انك تتحدى هذا العائق. ونظن بان الى الاخوان اجتهدوا وداروا ليد في ليد من جماعات، من مجالس اقليميه، من مجلس الجهه، واكد مره اخرى من مجتمع مدني، وذلك بانه يكون مساهم ايجابيا في النقد وما يكونش عنده ذاك النقد من اجل سميتو من اجل الشخصانه. لا انا كي كتلقى مثلا مجتمع مدني كيقول لك النصيري ما مزيانش، النصيري ما مزيانش متفقين، ولكن واش كتهضر على رئيس مجلس اقليمي ولا كشخص؟ الا تهضر على كشخص ما عنديش مشكل، ولكن ما تخليش هذاك الشخص تضرب فيه يعني تبلوكي في المسيره ديالو، لانه راه كلنا حنا من جايين. دابا الان واللي خصنا نعرفوا الاشكاليه راه ما كايناش في تشخيص المشكل، باش انك تجي ودير وقفه احتجاجيه وتقول لي راه خصني الماء، راه ماشي هذا الاشكال. الاشكال هو اننا كي نديروا نحلوا ذاك المشكل. انا بالنسبه للاخوه اللي كيطلبوا مني معلومات كنحط حداهم الميزانيه، كنحطهم معاهم الامكانيات، كنقول لهم اجيو باش ندقوا معايا الباب. الدور ديال الارض اللي كتعرفوا انت مزيان السي بكاي، النهار اللي جاني الطلب ديال ادخال الضوء فيه، نظن انهم كانوا اكثر من 20 سنه ما فكروش ان الضوء تكون عندهم، وانت عارف هادشي اكثر مني. شدينا الملف جرينا فيه، رغم ان لا ريفتور اللي وقعت لنا ديال الانتخابات، الوقيته اللي جبنا المشروع جبنا الميزانيه ديالو وطلقناه ودرنا واحد الشيء اللي ما تصورش، اول من عرقل لنا المشروع هما الساكنه بحد ذاتهم. علاش؟ كتلقى عاوتاني جمعيات محركه من الناس اللي خسروا في الانتخابات باش انهم يبانوا بانهم داروا شي حاجه اضافه. دونك بالله عليك غدير تشتغل، اشني هي الحماس اللي غادي يخليك تجي تشتغل في سويس؟ انا مشينا تما دابا الصبر متفقين، حنا كصابرين دابا انني جالس حداك كنجاوبك حنا صابرين. مشينا تما لقينا بان الناس كيقول، واحد يقول لك ما تخليش تخاف على الدار، واحد يقول لك ما ديرليش بوط حدا الدار، وكيقول لك دابا بالله عليك الا انتم ما تساعدوش معنا في هذا الشيء فاش غادي تكون يساعدنا؟ الاكثر من ذلك وصلنا للمرحله النهائيه باش رانا نطلقوا الضوء. وحنا غادي تما في الكوميسيون واحد يفوت عليك الموبيل يقول لك اسيدي تعطلتوا علينا، ودي قلت لهم لا زيكو خير باقي سيمان، سيمانه بزاف يا ودي راه 20 عام تبعت الصور. دابا هادشي راه عندك نموذج، هادشي عندك نموذج، وبحال عندنا ما عنديش كتاب، بحال عندنا ما عنديش كتاب. الان مثلا انا نعطيك مثال اخر، عندنا برنامج ديال التسويق مثلا ديال المسالك الطرقيه، وهنا كنجدد الشكر للسي بيوي لانه كيقوم بواحد المجهود كبير، ولعل اهم شيء داروا وهنا كيبين بان الانسان اللي كيكون عنده شي اختصاص في الحياه المهنيه ديالو، يعني الا كان شي استفاده استفدناها مع السي بيوي هو انه كونه انسان ابن العالم القروي ويعرف يعني اشنو العالم القروي خاصو بالضبط حاسمه. ولعل الاختيار ديالو في الاستراتيجيه ديالو انه يشري واحد يدير واحد البريغاد ميكانيزي ديال الماتيريال ديال الانترفونسيون كانت فكره جيده جدا، لانه هي اللي غتمكننا باش اننا نربحوا الوقت. علاش؟ لانه الان باش انني ندير الطريق ديال 10 كيلومتر ونمشي ندير لها ليتود ديالها ونوجد الدراسه ديالها ونمشي نقلب على الفلوس ديالها ونطلق المارشي ونغياليزيها تقريبا على الاقل تاخذ لي واحد سنتين. الان بهذه الطريقه ديال العمل كنقول المجالس الاقليميه توفر الوقود والجهه توفر الماتيريال مع لو سافوار فير اللي غادي تكون في ديك لاجونس ديكزيكوسيون، يعني ديك الخبره اللي غادي تكون في ديك الوكاله ديال الانجاز ديال المشاريع. نظن باننا في نص سنتين ربما نقدروا في 4 شهور ولا 5 شهور نقدروا ننجزوا ديك الطريق وبتكلفه اقل وتكون المردوديه افضل، لانه غتكون داك الشيء مخدوم كما نقولوا على اليد. حنا عارفين اش كنديروا فيه، يعني جميع المتطلبات ديال المقاوله الناجحه اللي نقدروا نجيبها على برا كاينه في المؤسسه المنتخبه، هو يعني الماتيريال ولو سافوار فيغ.
دابا كيكون عندك لو سافوار فير وعندك الماتيريال وعندك لو سويفي دونك هذا هو سويتو. اكثر من ذلك هو ان ذاك المنتخب اللي في هذه المؤسسه المنتخبه غيكون قريب للهموم ديال السفينه. عندنا البرنامج ديال الطرقات اللي غادي ان شاء الله غادي يكون مهم. عندنا البرنامج ديال لا زون فرونتاليا تقريبا دابا 20 مليون درهم اللي دخلتنا اللي غادي يخص واحد المجموعه ديال سميتو خصوصا الجامعه ديال العتامنه والجامعه ديال احفير وديال اخبال. عندنا برنامج اخر المتعلق ديال التنميه البشريه اللي حنا داخلين فيه واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كتهم الصحه اللي كتهم التعليم اللي كتهم العالم القروي وبطبيعه الحال بعض المشاريع المديره للدخل للجمعيات اللي داروا الطلبه ديالها وفي نفس الوقت مواكبه التسيير خصوصا اللوجيستيك المتعلق ببعض الجمعيات مثل الفاروق اللي استفدت من النقل المدرسي الاسعاف الهلال الاحمر اللي استفدوا بسياره الاسعاف زائد بعض اللوازم ديال التدخل السريع ديالهم. هادو كلهم مشاريع اللي دخلنا معاهم في المجلس الاقليمي وحنا ان شاء الله حنا تواقين وحنا غنجتهدوا ان شاء الله واكيد لو اننا نشكلوا واحد 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 قوه ضغط مشتركه بين الهيئه المنتخبه وبين السلطات الاقليميه والمحليه بين المجتمع المدني وبين رجالات الدوله اللي كاينين خارج الاقليم اللي كاينين في مراكز القرار اكيد اننا غادي نحققوا هذا النجاح. السي محمد كيفاش يمكن انك تميز بين كونك رجل اعمال مستثمر في العقار والفلاحه وكونك امير بصرف المؤسسه المنتخبه العموميه اللي كتاثر على كلا القطاعين كيف يعني كتقدر تفصل ما بين هذه المهمتين؟ هو في الحقيقه ما كاين لا فصل لا والو الان وثقوا بيا واقسموا بالله العلي العظيم الا ربي سامح في الدنيا باش نقولها بكل صدق متفرغ للعمل ديال المجلس الاقليمي ب 90% ديال الوقت ديالي والسبب ديال هذا الشيء هذا هو وهذا ما يحز في خاطري بعض الاحيان لما كتلقى الانسان كيرميك بجهاله بواحد التهمه ولا بواحد الاشاعه ولا بواحد سميتو ولكن الحمد لله الا كاين شي حاجه اللي دربنا عليها وتعلمنا عليها هو انه ولات عندنا المناعه لهذا النوع اللي كيشوشوا المردود ديالي لانه كنشوف انا الان بالموقع ديالي بانه نوع من الجهاد ونوع من متوقع انك تخدم الشان ديال الشان المحلي ديالك والشان الاقليمي والا حنا ما سخرناش الوقت ديالنا وما سخرناش سميتو لوليداتنا اكيد اننا الا كنا كل واحد هذا سميتو غادي نخليه واحد النخبه اللي فاسده يعني غادي تزيد فسادا في هاد في هاد في هاد في هاد المؤسسات وهي مؤسسات القرار. وهنا ملتمس لجميع الاخوان وجميع الفاعلين وجميع اولاد البلاد الاحرار انهم يلتفوا وينوضوا وكفانا من العزوف كنقول كفانا من العزوف وكفانا من النقد من المقاهي ولا من المكاتب ديالهم ولا انطلاقا من ابداء الملاحظات بدون مساهمه في التغيير بدون مساهمه في التنميه بدون مساهمه لانه هذا في اخر المطاف راه الاقليم ديالهم والمدينه ديالهم والخير اللي غادي يكون فيها غادي يكون على وليداتهم ولا يمكن انني غادي نكون انا بخير الى الاخر ما كانش بخير راه شوف الخير ديال الانسان هو الخير يعني في المجتمع ديالو نهار اللي المجتمع ديالك يكون بخير راه اكيد حتى انت غادي تكون بخير وعلى خير وبالتالي هذا نداء الله يجازيكم بخير كفى من النقد منا اعطيونا المقترحات اللي نقدروا سميتها انا كنقول المكاتب ديالنا مفتوحه اللي عنده شي توجه يحسن به المردود ديال المستخدمين كنقول له اجي انت رئيس راه دابا الان هذا الرئيس يدارت باش اننا تكون عندك الصفه ديال انك تتكلم سميتو اجي انت رئيس اجي مرحبا بكم اعطيونا توجيه ولكن يكون ملائم ويكون غادي متوازي مع الامكانيات ديال سميتو ومع الاختصاصات ديال المجلس الاقليمي وبدون حسابات شخصيه ولا يعني مشخصنه ولا موجهه لشخص معين. فالمجلس الاقليمي ليس ملك لمحمد النصيري وليس ملك لعائله النصيري ولا ملك لاي احد اخر. المؤسسه ديال المجلس الاقليمي فهي ملك لجميع المواطنين المنتمين لهذا الاقليم له الحق في التدخل ولكن في الاطار الذي لا يمكن انه يجرح به المؤسسه وما يمكنش انه يجرح به الاشخاص وما يمكنش انه يهدم به داك الشيء اللي تبنى. واكيد الا مشينا بهذه الثقافه وبهذه الايجابيه في التدخل ما يمكن لنا الا ان نزيد لقدام. السي محمد الناصري كما كتعرف ان مدينه بركان مرت بازمه ديال الحوامض والفلاحه عموما يعني واللي كيجي فيها الضربه هو الفلاح الصغير. واش كاين شي اجراءات اللي اتخذتوها والتدابير اللي تشتغلوا عليها لمعالجه هذا الملف هذا؟ في الحقيقه
هاد الفلاح اللي كتهضروا عليه واللي سميتو راه انا معني منه، لانه بتاعنا عندنا واحد اللي سميتو راه يعني الا كاين شي واحد يحس بالازمه ديال القطاع ديال الفلاح والقطاع ديال الحوامض بالخصوص فهو عبد ربه. حقا خمس سنوات او ست سنوات الاخيره كانت يعني سنوات عصيبه. دابا الاشكاليه فين كاينه هو اننا ولينا كنهضروا بالجانب الاجتماعي اكثر ما نهضروا بالجانب الاقتصادي ديال المساله. اجتماعيا فعلا كاين ضرر بالنسبه للفلاح، ولكن نحيدوا العاطفه ونقولوا خصنا نقولوا علاش، علاش كان الضرر، شكون هو السبب في هذا الضرر؟ ثقوا بيا باننا حتى حنا كفلاحه مساهمين في هذا الضرر، حنا ضرينا الارضيه فقط. وفي الحقيقه هذه القضيه خصها نقاش طويل ونقاش كبير، لانه كل المتدخلين كانوا سبب لهذا سميتو. وإلا ما بدلناش العقليه ديالنا، وإلا ما بدلناش التفكير ديالنا، وإلا ما درناش واحد النقد ذاتي لينا بعض لينا حنا كفلاحين، اكيد اننا غادي نمشيو في هذه الازمه لسنوات اخرى، لانه الناس كتصلح المسائل ديالها وحنا ما كنصلحوش، حنا باقي كنخدموا بالطريقه القديمه. الان المتطلبات ديال السوق تغيرات، المنافسه كثرات، يعني والمردوديه في 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 الضيعات ولات ملزمه باش انك تحس بان ما كاينش. اما العمل الكلاسيكي القديم يعني تجاوزوا الامر، وكل واحد غادي يشتغل بديك الطريقه، ثق بيا بانه لن يصلح اي شيء، بالعكس غادي سيزيد من الازمه، وما يمكنناش نمر هذا الشيء نطلبوا من الدوله اكثر من القياس. الان كمجلس اقليمي اشنو درنا؟ احنا المساهمه ديالنا ما نعرفش فين غادي نقدروا نساهموا، لانه ما يمكننا نعطيو لا دعم لا حتى شي حاجه، وحتى الدعم باش انك تعطيه بواحد الطريقه عشوائيه ربما سيزيد من الطين بله، هذا من جانب. جانب اخر احنا اللي نقدروا ننخرطوا فيه هو اننا مستعدين باش اننا ننظموا شي لقاء مهني. حملة توعويه. حملة توعويه، واش فعلا غتكون هي السبيل من اجل حل هذا المشكل؟ كما قلت انت راه المشكل في العقل. لا هو مشكل مشترك مركب. فيه وزاره الفلاحه عندها طرف، فيه الفلاح فيه طرف، وفيه المتطلبات ديال السوق اللي تغيرات واللي خص في الحقيقه خصنا نكونوا اجور معها. اما الناس ديال اكادير انا كنقول بان الاكراهات اللي عايشين فيها اكثر بكثير من الاكراهات ديال بركان، ولكن ما كيتشكاوش الشكوى اللي كيتشكاوها الناس ديال بركان. هما عندهم الماء موجود على 500 متر تحت الارض وكيجبدوا، ما عندهمش مشكل. عندهم التكلفه ديال سميتو ديال السقي كبر مننا بخمسه د المرات. الدواء كيداووا داكشي اللي ما تصورش، ولكن رغم ذلك كتلقاهم دائما ما كيتشكاوش وحنا كنتشكاو. يعني هما كيقلبوا على الحلول، كيحاولوا انهم يقولوا يمكن الخلل فينا يمشيو يطوروا راسهم، وحنا كنبقاو نقلبوا فاش نشدوا كنقولوا باش نقولوا الاخر هو اللي فيه. انا متعاطف مع هذه الفلاحه، ولكن في نفس الوقت كنقول ضروري ما ندير واحد النقد ذاتي مع بعضياتنا ونشوفوا فين كاين الخلل الحقيقي اللي ممكن اننا نتجاوزوا به. السي محمد يوشع ان هناك شركتين، الاولى تصفيه وتعبئه الطرقات، والثانيه متعدده الاشغال تشتغل اساسا يعني في الكهرباء والمصالح للشرب. يقال انها تحوز اغلب الصفقات اللي كتخرج من المجلس الاقليمي. بيريليك يعني توصلنا بها، شوف انا بعدا بيريليك بعدا نهضر عليها. وزيد الاخرى ديال الدول الاخرى كاين الاولى كاين ديال التزفيت وتعبئه الطرقات، والثانيه ديال شكون هي ديال التزفيت؟ هو يوشع حاشي ترافو يوشع حاشي والاخر يوشع راك عارف. دابا ايه باش نقول بالنسبه للمجلس الاقليمي كيقولوا بانه تحديا يعني الناس كيدخلوا مميزين ويعني واش هذا الشيء احنا في المراقبه يعني باش نختصروا السؤال باننا حنا كنفافوريزيهم يعني كنحاولوا نقعدوهم باش نخليو المارشي ديالهم. هاد الشركتين بجوج في هاد السنتين اللي كنهضر عليهم انا اللي راني بعدا امين بالسفر متبع هاد الملفات، وحده دات مارشي واحد في الماء، و حيت ترافو دا جيراتوار واحد في هاد السنتين. عندي الوثائق المارشي انا طلقت 47 مارشي، بيريليك دات واحد في الماء، وعلى ما اظن في الضو دات واحد ولا جوج، في حين ان هناك شركات اللي داو اكثر منها كاين الاسماء ديالهم. دابا الى بغيتو ميبا دات 4 ديال المارشيات، في حين هو دا جوج، والاخرى دار نظن واحد، وحاشي ترافو دا جيراتوار هاد العام السنتين. كنقول فينا هو الخلل؟ الا بغاو الوثائق نعطيو الوثائق. الا بيريليك دات مع سيديف في الجهه ودات مع شي جامعه اخرى، اش دخل عندي انا هنا؟
لان الامر امور مختلفه يا باش تفهم. الجهه عندها ابيل دوف ديالها بوحدها، المجلس الاقليمي عنده ابيل دوف ديالو بوحدو، والجامعات عندها ابيل دوف بوحدها. كنهضر على المجلس الاقليمي، الا كيقول بان المجلس الاقليمي عنده سميتو، كنقول بان اللي مقصيين ربما هما الشركتين اكثر اقصاء. وعندنا عندنا في البناء عندنا شركات متعددات، كاين اللي جا من تمارا، كاين اللي راه هنا في البلاد. كاين بالنسبه للماء نظن داو مارشي واحد اللي دا. بالنسبه للضوء عندنا مبادات اكثر من بيرينيك، وحنا المنافسه راه شريفه. يجيو خويا وعندنا الوثائق ديالنا نحطوهم ونقولوا لنا فين كاين. سي محمد النصيري كيقول واش يعني الاقليم استفاد من برنامج التعاون الدولي والتعاون المركز، واش استفاد الاقليم؟ واش استفاد؟ هذا اولا انا نظن بين الحوايج اللي خصنا نطوروا هنا في المجلس الاقليمي وغادي نشتغلوا عليها، هو ان ما عندناش مصلحه خاصه بالتعاون الدولي، يعني ولا بالعلاقه الدوليه ولا بسميتو بالشراكات مع الدول. كانت عندنا شراكه مع بيربينيون قديمه، سمعت عليها من حيت انا ما شفتش لي طراز ديالها، ولكن حنا غادي نحاولوا باش اننا يعني في البرنامج ديالنا المستقبلي باش اننا نحلوا شراكات. الاستفاده من الدعم الدولي، انا نظن بان الدوار ديال يعني هناك مجموعه من الاستفادات، كاين برنامج ديال البنود، كاين ديال كاين ديال البنود، وكاين برنامج اللي مهم اكثر من البنود، يعني كنت جمع كاع ديال البنود كاع سميتو تشوف البرنامج ديال سيديف واولوت، يعني دارت واحد تقريبا اكثر من 3 مليون درهم ديال واحد الشبكه ديال الماء. لقيو الكلام ديال اننا نفتحوا شراكات، من بين الحوايج اللي بغينا نفتحوا بهم شراكات واننا نحاولوا نجلبوا الاستثمار. احنا عندنا هاد لاغروبول يعني ك اون بلاتفورم، واحد الارضيه باش اننا نستقطبوا شركات من خارج البلاد. نظن بان هذه القضيه هذه خصها واحد المجهود مشترك، يكون دبلوماسي كبير، كيخص الجهه برمتها اللي تاخذ بسميتو، خصوصا مع اختصاصات الجهه الجهه. وحنا كمجلس اقليمي راح مستعدين باش اننا نخرطوا في هذا الشيء، واكيد انها غتكون محاوله ان شاء الله في السنوات المقبله. السي محمد كيقول عاوتاني واش كاين يعني محاوله لخلق مراكز التكوين المعاق؟ المركز ديال التكوين اللي كاين، لا كاين مركز ديال دابا الان، مركز ديال بدر المحاق هو المركز الان ادريجي معتمد، ولكن كاين مراكز اخرى، كاين الفاروق، كاين على ما اظن ديال موكبه التثلث الصبغي، والان خرجت واحد جمعيه اخرى ديال الرساله ياك. ولكن انا كنقول هذا التشتت في الحقيقه ما فيهش الخير، لانه دائما يد الله مع الجماعه، يعني شحال ما تجمعنا شحال ما المردوديه كتكون اكثر، لكن ما يطلب من الجمعيات، وهو اخر لقاء مع الجمعيتين الفاروق وبالضبط والاخوان ديال بدر، الوقت اللي اجتمعنا معهم على اساس انهم يفكروا يديروا يعني مشاريع مدره للدخل ممكن ان تعود في ادماج المعاق. نظن ان دابا الاشكاليه كاين اللي فين كاينه ماشي هو مركز من اجل استقبال المعاق، لا تهيئ الشغل. دابا كيفيه ادماجه في المجتمع وفي الحياه المهنيه. دابا المعاق راه عنده 50 60 10 سنين 12 عام 13 عام، مزيان راه ممكن انه يستافد من المركز، ولكن ما بعد ذلك. ونظن بان بدر المعاق دارت بادره طيبه مؤخرا مع واحد الجمعيه المانيه، داروا مثلا مخبزه اللي خدموا فيها المعاقين المتخرجين من المركز، لانه دابا المركز تقريبا عنده 20 سنه. الاخوان ديال سميتو ديال الفاروق تما كيفكروا باش انهم يديروا مشروع مدير للدخل واللي يدمجوا فيه المعاق، وهذا الشيء نظن بان غيكون فيه اكيد خير لهاد الطبقه، والحق هاد الناس اللي شحال ما درنا معاهم غيبقى قليل، وحنا راحنا مستعدين باش اننا نخرطوا في اي مشروع ممكن انه يرد واحد النوع ديال الاعتبار النفسي اكثر مما هو سميتو لهاد الشريحه ديال المجتمع. سي محمد على ود البنيه التحتيه ديال مدينه بركان، نقد نقولوا ما عندكمش فيها دخل، واش ما كتشوفش مدينه بركان انها مدينه منكوبه من ناحيه ديال البنيه التحتيه؟ يا اخي شوف دابا هاد منكوبه وهاد سميتو، انا بعدا ضد هاد الكلام هذا مع كامل احتراماتي لمن يستعمله في تدخلاته. اولا الى ربما ما عنديش الصلاحيه ديال التدخل كمؤسسه، لكن نبقى مواطن تنادي من مدينه بركان، نترعرف في بركان ضروري تنادي نعطي الملاحظات ديالي، وفي نفس الوقت غادي نجاوب من يعني من المكان ديالي كمسؤول. المدينه ديال بركان يعني كنقول بان مدينه ضلي الظلمات، ما تقراش حقها، ماشي ما تقراش حقها، هي دابا حتى
المكافئ تحطات يعني غياب الوعاءات العقاريه ديال التنميه من اجل خلق مشاريع ديال التنميه، يعني التقسيم الاداري الجديد اللي دخل واحد المجموعه ديال الاحياء ناقصه التجهيز حتى هو خلق لها شلل في سميتو في التنميه. وكنقول بين الحوايج اللي هي كل مدينه هو ما عندهاش مجال ديال التوسع. دابا انا غادي نحطو في الطريق الدائريه بركه تحدات، بركه مقله فين تزيد مسدوده. الان بغينا ننظموها غادي نلقاو دابا احياء اللي دخلوا جداد اللي يلاه عاد ولينا كنديروا المواد الحار اللي سميتو اللي هما جايين من جامعات اخرى. ونظن بان كانت ضحيه ديال الجامعه ديال كزوان والجامعه ديال زبزب. الان المدينه ديال بركان كانت ضحيه ديال الجامعه ديال كزوان والتسير ديالها السابق والجامعه ديال زبزب والتسير ديالها السابق. علاش؟ لانه لما دخلوا الاحياء اللي كانوا في التقسيم الاداري الجديد خلق واحد النوع ديال بعثرات الاوراق للتسيير ديال الجامعه. واش غادي نمشي في البرنامج القديم ونكملو ولا غادي نستجيب للمتطلبات ديال هاد الاحياء اللي جاو مدقدقين في الصليب ما فيهم والو غير ما عندهم ماء ما عندهم ضوء ما عندهم واضحه ما عندهم طرقات ما عندهم اكسي جايين في الخلاء جاو دخلوا لسميتو وبالتالي وجب انك تدخل سميتو. الان باش نشوفوا من المسؤول ايوا غادي عمر بنات سالم. دابا كيفيه تحل المشكل؟ كيفيه تحل المشكل؟ هنا ما المطلوب من المجلس الجماعي هو امر شاق ليس بالهين، هو انه يحاول انه يفوض المشاريع المهيكله يخدموا بشراكه مع مؤسسات اخرى. وبالنسبه للتنميه يعني تنميه القرب يعني من واد حار وطرقان سميتو يحاول انه يدير واحد البرنامج خاص بها سميتو يحاول انه يستجيب للمتطلبات ديال سميتو ديال التنميه. وكنقول بان الى كتفنا دائما الجهود نظن ليس بالمستحيل باش ان بركان على الاقل يكون فيها اقل الضروريات اللي نحتاج نلقاها في شي مدينه. ولكن من الصعب جدا باش انها يولي هذاك الطابع الحضاري اللي كنا كندخلوه لسبب واحد وفريد وهو غياب الوعاءات العقاريه اللي يمكن اننا نديروا فيها شي مشاريع اللي تقدر تبين بان المدينه راه مدينه. في حين الجامعه ديال سيدي سليمان كنقول كل المستقبل امامها الى عرفوا يخطوا فيها ولا يديروا واحد البرنامج التنموي المهم، لان هناك وعاءات عقاريه، هناك قابليه ديال التوسع، هناك سميتو يعني مشاريع اللي كدار الان حاليا مهمه جدا. ونظن بان ان شاء الله المستقبل ولا المدينه ديال بركان المستقبليه هي سيدي سليمان. ونطلب الله في التقسيم الجديد نبقاو نتكلموا على مدينه بركان الكبرى. التقسيم الجديد جاي اكيد هو غادي يجي اكيد غادي يجي. ما عندكش علاش معلومات؟ لا هو غادي يجي واحد الجزء ولكن غادي ان شاء الله تير. هو بركان الكبرى غتكون في هذا التقسيم ولا التقسيم المقبل غتكون. وانا غادي نحل واحد القوس ربما غادي نخرج الموضوع. كان هناك بعض الناس اللي كيطلبوا باش انهم زلزل تزاغي تولي مع سيدي سليمان وسميتو. كنقول بان الا كان شي حاجه اللي خاصها ترجع جماعه زلزل القديمه. واحد ترى ديجا كانت لسببين اثنين لانه هي الجماعه الام اللي تفرعوا منها مجموعه ديال الجماعات منها سيدي سليمان واللي كبرت بركان. والسبب الثاني هو ان كون جماعه سيدي سليمان وهنا ماشي نوع من العصبيه او نوع من العنصريه ولكن احترام للتاريخ بان جامعه سيدي سليمان ما عندهاش ارث تاريخي قديم. سيدي سليمان كيف في حين زكزل عندها ارث تاريخي. يعني لما كنتكلموا على المغاربه ديال زكزل ولا زكزل يعني عندها تاريخي ثقافي سميتو. نرجعوا الاسم سميتو لانه كان دائما في المجلس السابق الهاجس ديال جامعه سيدي سليمان هو تغيير الاسم ودائما كان عندهم هذا الاشكال. كنقول بجد الوقت باش اننا نهضروا على جامعه زكزل وندمجوا فيها زلزل. بالفعل التزاغي خاصها تدمج مع سيدي سليمان ولكن في جامعه زلزل ماشي في جامعه سيدي سليمان. انا كتوجه والله اعلم. سي محمد شكرا جزيلا. صافي اكثر حاجه معكم شي زيد الله ينورك. والله العظيم كاين شي حاجه انا بغيت الاخوه اللي راه كيتفرج فينا بغيتهم يزيدوا يدخلوا وبغيتهم يطلبوا استفسارات اخرى. الحق انا نتظر اكثر تدقيق. نشوفوا واحد المواطن كيقول نريد مصانع للعصائر والمربى خاصه كاين يعني فلاح صغير من مشاكل التسويق. يا اخي ما كاين حتى شي اشكال. شوف انا غادي نجاوبو شوف تقني بعيد عن المؤسسه ديال المستقيمين.
المشروع ديال العصير كان عبد الربين بين الناس كانوا يفكروا فيه اكثر من 10 سنوات. الاشكال اللي كان في المشكل ديال العصير هو ان كاينين دابا الان حاليا كاين شركات ديال العصير كيعانيو. علاش؟ لانه الفلاح طبعا ديال هذاك الشيء كنقول لك بدو العقليه، نهار اللي كيكون السوق طالع والله ما يعطيك السلعه باش تخدم داك الجزء ديال العصير، والله ما تديها ولا شريتها عليها عرفت بلي غتخسر داك العصير. ونهار اللي يكون السوق طايح كيعمرك بالسلعه كيقول لك يدي عليا باش ما كيولي عندك الفائض. وبالتالي كنقول باش اننا نديرو لوزي ديال العصير على الاقل هذا المستثمر خصو يضمن بان هذاك المصنع ديالو ولا ديك الشركه ديالو تكون عندها مينيموم غارونتي ديال لابروفيزيونمون. باغمي لي ريزون اللي الناس هربت من هذا المشروع هذا، وكاين الامكانيه ديالو اللي ما لا ان شاء الله الا قدر سميتو واخا ما نديروش اطار يعني كمستثمر خاص نديرو اطار تعاوني. سي محمد عن المشروع الملحقه الجامعيه كيقولوا باننا سمعنا على المشروع ولكن ما سمعناش عن التواريخ. ها بالنسبه للتواريخ انا كنقول لك الان المشكل اللي راه واقع واللي غادي اللي ما بغيناش نحدوا به التاريخ الاني هو يعني المبلغ فوقاش يكون ديسبونيبل ديال الدراسات. النهار اللي غادي يكون عندي التاريخ ديال سويت انا غادي نخرجها لكم امام الملا فوقاش غادي تكون التاريخ ديال الانجاز ديال النواه الجامعيه. لانه دابا الفلوس ديال الكونستركسيون ديال البنايه راه موجود، ديال الدراسه هو اللي عندنا فيه اشكال لانه كان في الالتزامات ديال المستقلمين الامكانيات الماديه ما متوفراش. وها هو دابا علاش كنكرهوا كنقولوا بان الذكريات الماديه واش غادي نمشيو ندعموا الانشطه الرياضيه والثقافيه ولا نمشيو لهاد النواه الجامعيه. بالنسبه لي حنا النواه الجامعيه اولى، لكن اللي كنبشركم به بخير هو ان اخر لقاء مع السيد رئيس الجهه يعني اعطاني ما نقولوش وعد وانما التزام بانه غادي ياخذها بالعاتق ديالو، ولا خذاها بالعاتق ديالو في هاد الاسبوعين ولا ثلاث اسابيع المقبله وطلقنا المارشي حسبوا ان شاء الله سنتين من موراها ولا سنه ونصف يكون المشروع ان شاء الله موجود. وقتاش ما تلونسا المارشي ديال لي زيتود ديال هاد لي نو يونيفرسيتير غادي نعلمكم بهم ان شاء الله. سي محمد شكرا جزيلا. صافي ما كاينش شي تساؤل اخر؟ كاين تساؤل ولكن بحال الا مريبيتي قال لك قولوا لنا غير شي مشروع اقتصادي. المشروع الاقتصادي ما درناهش، كنقول لك دابا حنا ما عندناش امكانيات باش اننا نديروا مشروع اقتصادي، ممكن اننا نتعاونوا مع الناس، نوفروا لهم المصادر الاجاريه، نفكروا لهم شويه، ولكن ما كاين حتى شي اشكال مرحبا. وبالنسبه للمشاريع الصغرى مدير للدخل كنقول للاخوان الجمعيه ديالنا عندكم شي مشروع واضح باين وسميتو، احنا مستعدين باش نخرطوا معكم في اطار مبادره. سي محمد سؤال مهم جدا ولي. هو رئيس المجلس الاقليمي ديال مدينه وجده في اطار التمني قال بانه نتمنى ان السعيديه تنفصل عن مدينه بركان. الحقيقه انا اولا بغيت نقدم التحيه للسي هشام الصغير لانه من اعز الاصدقاء ديالي وبين الرجالات اللي كنعولوا عليهم في هذه الجهه الشرقيه، وانا فخور بكوني تواجدت معه لانه كيمثل كذلك رئيس ديال الجمعيه ديال رؤساء المجالس الاقليميه وافتخر انني اشتغل معه وبالقرب ديالي معه. اني عرفت بان انسان اللي طموح وعنده غيره على الجهه الشرقيه وعنده غيره على جميع اقاليم ومضوي تحت الجهه الشرقيه، ولكن دائما بعض الصعوبات اللي كتعقلنا في العمل ديال يعني في لا جيستيون بوبليك اون جينيرال ما عادت. بالنسبه للسعيديه انا كنا ذكرنا قبل وسميتو هو التصور ديالو ربما هضرنا معاه قالنا دار الرب بانه قال ما كرهناش ان الاقليم السعيديه يكون سياحي 100%. هذا هو دابا كيقول بان السعيديه علاش تنفصل على بركان؟ باش بركان تعطي لها حقها والسعيديه تعطي لها حقها، لانه بركان كانت العصا بسبب السعيديه والسعيديه كانت العصا بسبب بركان. يعني ما صدقت لا حمام لا غرام بين قوسين الدارجه ديالنا. كيف؟ دابا الان السعيديه التوجه ديالها توجه وطني داخله في المخطط الازرق. والاستثمار ديالها كبير. وهذا الاستثمار يعني من الاحسن تعطى له عماله واقليم باش تبقى تجي له واحد الميزانيه خاصه به اللي ممكن انها ترقى، لانه دابا عينا ما نعطيوش السعوديه باقي ما رقاتش داك الشيء اللي كنا كنتوخاو به، رغم اننا كنلاحظوا بان كاين فرق والامور تطورات وتحسنات والبنيه التحتيه تقادات وداروا البحار داروا الطرقات داروا لي بيريفيريك داروا تحطوا لي زوتيل، ولكن رغم ذلك ما يبقاش غادي في الطموح الكبير اللي محطوط عليه على اساس انها تكون من بين الوجهات السياحيه العالميه. سي محمد يعني انت تحبذ الفكره؟ لا ولكن بالمفهوم الصحيح ديالها ماشي بالمفهوم انها غادي تمشي لوجه، لا انها تكون اقليم وحده
منفصل منفصل ربما يكون سياحي ياك ونسميوه اقليم سياحي كما وقع المارتين مع تطوان كما وقعوا اللي سميتو مثلا ناخذوا مثلا في ماربيا في الاسبان سميتو يعني كاين واحد المجموعه ديال النماذج اللي عطات الثمار ديالها من بعد ما رجعوا يعني المندوبيات الاقليميه ديال المصالح الخارجيه متواجدين في هذا الاقليم واكيد ان هذا الشيء اللي يعطي عاوتاني قيمه للبركه باش انها تهتم بامور اخرى تطورها ما تبقاش مهتم بالسعيديه فقط وجميع المداخل كتمشي مكبوبه للسعيديه هذا هو الفكره العامه واي تاويل الحقيقه كان ما نظنش ربما هو ما فوتش الرساله كما يجب ولكن عمره ما كانت عنده النيه ديال انه على حساب بركان بالعكس هو متعاطف مع الاقليم ديال بركان متعاطف مع النشاط الجمعوي ديال بركان مع النشاط الرياضي ديال بركان وبالعكس كيشوف بان بركان يعني من الاقاليم النموذجيه على المستوى الوطني واللي ممكن واللي عندها من الامكانيات ما يكفي باش انها تكون باش انه يكون اقليم مزيان وهو ما نظنش بانه يمشي في ديك السلبيه. سي محمد شكرا جزيلا. ما كنتش يشكى. الله يبارك فيك. تحياتي ونتمنى انني كنت موفق في الاجابه واي استفسار ولا اي شي حاجه كاين غموض ولا شي حاجه اللي ما تقالش راه المكتب ديالي مفتوح وانا راه ان شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا.